احنا الغابه هذه ماهيش نتاعنا، هي نتاعكم انتم. ايه نتاعنا بياسر، احنا نستعملوا بها. نظاف تروحوا نظاف وتحافظوا على الغابه هذه، خاصه من ناحيه نتاع رمي الخمامات والفضلات، باسكو هي اللي تساهم في الحرائق هذه. احنا ماذا بينا النار، ماذا بينا ما تشعلهاش. ما تشعلهاش. واذا شعلتها وما لقيتش عندك بدون نتاع ما كثير غير. رانا اليوم بصدد القيام بعمليه تحسيسيه توعويه حول مكافحه حرائق الغابات، وعلى عبر منطقه طامزه، غابه ثانيه ايضا غابه عين ميمون، وين قمنا بحمله تحسيسيه اللي تم من خلالها اعطاء توصيات وتعليمات امنيه للسكان، خاصه سكان مجاورين الغابه، وذلك بالمحافظه على الغابه، وذلك بتفادي اشعال مواقع النار. انت المتدخل الاول، وانت المحافظ الاول، صح، وانت صح المستفيد الاول، صح، صح من الغابه، يعني تدي وتعطي لها.